كتقول لها سيدي بيبي. بزاف الناس كتقول لهم سيدي بيبي تجيهم عجب. المهم دابا انا غادا اتجاه سيدي بيبي. الشجر ديال الارغان لا لا خالي لا لا ما فيهش البرله. ساكن خارجين يتبردوا شي شويه الناس طبيعيين عايز عليهم الضياف كيرحبوا بالناس المهم قلب صافي والكرم والضيافه ما نعرفش كيكون داك الشيء رائع. كما كتشوفوا اعزائي المشاهدين هي مات واحد النهار غادي نيت الناس دي بيبي وخرج ليها تبارك الله شي جات شي ميت راس ديال الحوانه والماعز وسرحهم واحد السراح ديال هذا لابس لباس صحراوي وحنا غاديين نهارو بينا من الجناب ومن كل شيء اليمين واليسار نجي حنا وسطهم واحد المنظر رائع كان عندي داك الفيديو مشى ليا شتو اشكال كيفاش كيبنيو الديور هنا كما داك الشيء زويون تراث لكن الداخل ديال الديور راه منعرفش ليكم شي زين على برا تكون ديك مع التواسع وداك الشيء زوين انا
هنا اعزائي المشاهدين، كما كتشوفوا راه قلت لكم راه انا في منطقه ديال سيدي بيبي، وصورت لكم قبيله طويجنات، صورت لكم الطاجين الكبير ديال سيدي بيبي. دابا انا عند الناس اللي عندهم دار خالت راجلي، ها هما الطويجنات ديالنا، ها الطاجين الاول رائحه ما نقولش لكم، ها الطاجين الثاني درت شرايديه عريت راسي، عندك هذيك البطيبيطات هادشي بطيبيطات تبارك الله وما شاء الله ديال الناس ديال البلاد، داكشي ما نعاودش لكم. ها شو تبارك الله، شو 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 حداك، شو شو تبارك الله وما شاء الله، ها الطويجنات ما شاء الله ملي غادي يكملوا غادي نوريكم الشكل النهائي ديال الطاجين. يلا بالصحه والراحه، ما شهيتكم، عندكم تدعيو عليا تقولوا لي شهيت شهيتينا. يلا نتلاقاو باش نكملوا تتمه الفيديو. لا مش مشكل، شي مشكل قالوا لك نديرو في طبيس اللي يكون زوين، قلت لهم حنا ناس طبيعيين شعبيين نخليو في هذا البانيو هنا كما كتشوفوا اعزائي المشاهدين. هذا هو كباب يا صحاب سيدي بيبي، تيقولوا لكم تفضلوا بالصحه والراحه. هذا بطيبيط ها بطيبيطات، ها هو تبارك الله ما شاء الله، ها هو شو من صنع يديكم، حنا هذيك كيكه كليناها قبيله هي وشي بغرير وبزمان، المهم تضيفوا الناس بداك الشيء الرفيع، نتمنوا تزوروا هاد الناس اللي انا عندو غنجيب لكم الضياف. هنا كما كتشوفوا اعزائي المشاهدين، ها هنا كنديروا كباب، ها هو هذا ديال سيدي بيبي بالبنه ديال سيدي بيبي. يلا بسم الله، نتمنى اكو بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. مرحبا بكم، مرحبا بكم معنا سيدي بيبي. هانتوما اعزائي المشاهدين، هما الطويجنات ديال صحاب سيدي بيبي داك الشيء الرفيع، ضروري تجي سيدي بيبي خاصك تاكل الطاجين، معروف في هاد المنطقة بالطواجن تبارك الله، كفتة كباب الطويجنات ديالهم رائعين، بنان سبحان الله كل منطقة وكتمتاز بشي حاجة كتميزها على باقي المناطق. هنا في سيدي بيبي الطويجنات ديالهم ما شاء الله أكثر يد دارو بالمأزي، بالمأزي تيكونو تاني غزالين. نتمنى هاد الطويجنات قبلوهم من عنديك هدية. من بعد ما فيلميت ليكم الطويجنات اللي حضروا لينا هاد الناس اللي جينا عندهم، الناس ديال سيدي بيبي، هذا هو الديسير اللي موجدين لينا ان شاء الله باذن الله غادي نحطوه مع دوك الطويجنات. هذا هو الترحيب ديال الناس ديال سيدي بيبي، عطاهم صحيحتهم، الدلاح ريحته طالعه باينه فيه الحلاوه تبارك الله وما شاء الله. هنا كنقول لكم هذه الضيافه ديال الناس ديال سيدي بيبي، كنتمنى انها تعجبكم، الضيافه اللي قاموا بها معنا هي هذه لي خطيهم. الزياره ديالنا في منطقه سيدي بيبي انتهت، حنا راجعين فينا، رحبوا بينا وتهلاو فينا. هذه سيدي بيبي بالليل، هي سيدي بيبي بالليل، تنقول له كل شيء بخير اخالي. تنحب هنا تنقول لكم فرجه ممتعه، ما تنساوش ديروا لنا لايك، نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وفرجه ممتعه.